حبيب سمعنا ضرب جوه المحل، فحسيت المحل بيقع عليا. المنظر طبعا يحزن، زعلت. المكان ده بيعالج ملايين. انا كنت في الدور الرابع وسمعت رجة تهزت كده من الخط. قعدنا الله ينزلنا لشرق الغرب، الناس نزلت. انا قعدت قلت امر لله يا رب، قلت سلمت امري لك. والله احنا كنا واقفين فلقينا هبه هزه جامده جدا، حسيت ان حاجه بتقع بقى. انا قلت بقى يوم القيامه الدنيا بتنفجر، ما اعرفش. فلقيت بقى حاجه مولعه نار من هناك. انا بصيت بقى لقيت عربيه مولعه الناحيه الثانيه. طب ليها بالظبط 10 دقايق كنت لسه والله بقول لاخويا يلا نقفل ونروح. سبحان الله، يعني هي كانت كده بس تقدير ربنا بقى، الحمد لله. الازاز اللي فوق مكسر قدامك اهو والشبابيك. ذنبهم ايه يعني؟ الناس المرضى اللي هي اصلا المرض مقطع فيها، هي ذنبها ايه ان يحصل لهم ازيد من كده؟ طبعا كنت قلقانه ان الاقي في اي عطل في الاجهزه او اي حاجه، عشان ماما لما بتتاخر عن الجلسه بتاعتها بتدخل في غيبوبه، فده طبعا بيسبب لنا مشاكل. بس نشكر ربنا الدنيا شغاله وما فيش اي حاجه. المنظر طبعا يحزن عشان احنا ناس مسلمين. واحد افتكر ان نعمه ربنا كبيره والله، انك تعيش في امان.